You should know انه من بعد الاخبار اللي تقدم فيه النائب حسن فضل الله للمدعي العام المالي بخصوص الحسابات الماليه للدوله والمليارات اللي حسب ما هو كان عم باكد انه مش معروف وين وكيف صرفت، كان في مؤتمر صحافي اليوم للرئيس فؤاد السنيوره، اعتبر فيه انه الفساد السياسي هو الاخطر ويعتبر فاسد كل من يقيم دويلات داخل الدوله، وقال انه الانفاق كان قانوني وموثق. تاني خبر بيتعلق بريحة الزبالة اللي كانت يعني آخر فترة عم تخنق أهالي جديدة وبرج حمود من بعد ما تم نقل النفايات اللي كانت مكبوبة بالموقف المؤقت للمكب، خفت ريحة الزبالة. تالت خبر هو أنه نائب نقولة صحناوي أعلن أنه هو تقدم باقتراح قانون عن إدخال مادة البرمجة على المناهج التربوية.